أتقدم بالشكر إلى منشآت وإلى طموح لإتاحة الفرصة للمشاركة في لقاء اليوم التعريفي بالشركات المستهدفة للإدراج بالسوق المالي، حيث التقينا مع مجموعة من الشركات في لقاءات 1-to-1 وقدمنا لهم معلومات عن آلية الإدراج وطرق الإدراج بالسوق المالية والخطوات اللازمة للقيام بالإدراج من خلال رحلة الإدراج، وإن شاء الله نشارك في جميع اللقاءات المستقبلية مع شركات مع منشآت وبرنامج طموح.